في الفقرة الأخيرة إن شاء الله. نبدأ بقى مع حضراتكم أول أخبارنا عن الأهلي، طبعاً إنه بيواصل تدريباته اليوم ثم هيدخل بقى معسكره المغلق ده استعداداً لمواجهة الجونة غداً بإذن الله. وطبعاً الفريق أجرى أمس المسحة الطبية زي ما احنا طبعاً متعودين برضو بنبقى عارفين وفقاً لتعليمات البروتوكول الطبي. كمان ريني فايلر هيعلن قائمة المباراة، ده هيكون عقب انتهاء المران، وأكيد بنتمنى التوفيق للجميع وعودة المصابين بالسلامة في أقرب وقت. زي ما احنا برضو عارفين إن الأهلي والجونة هما اتقابلوا أو التقوا قبل كده في 14 مباراة في أو 14 مرة يعني في الدوري المصري، 9 منهم فاز بيها الأهلي وأربعة كان في تعادل وماتش واحد فاز في الجونة. هما طبعا فريقين برضو يعتبروا أقوياء منذ طبعا صعود الأخير لدوري الأبطال، فيعني بالتوفيق إن شاء الله وعايزين نشوف ماتش حلو.